غادي نهضر واحد الموضوع هذا الفو الفو كنهضر عليه بلاتي نجر شويه الكاميرا هنايا الكاميرا ديال البورطاب هادي راه ماشي ديال ماشي ماشي ستوديو هادا ملي كنسمعو بوسبير بوسبير داك بوني فيه يقول بوسبير لي يدخل يكومونتي يقول بوسبير لي يدير بوسبير ديال كازا لي كانت فيها بروستيتيسيون كانت فيها الطهارة ياك كان مسدود بوسبير هذه خت 60 عام اللي سالا بوسبير باقي تهضروا على بوسبير بوسبير سي فيني اون 62 كي استقلت لالجيريا علاش كان عامر بالجزائريات كانت فرنسا كتجيب لي في اي فام دو لالجيري ا بوسبير فضحتونا بهاد بوسبير بوسبير وحدين كيقول لك صور لي مولاي رشيد صور لي سيدي عثمان صور لي بن مسيك اروح تشوف بن مسيك اروح تشوف مولاي رشيد شوف سيدي عثمان راه حسن وهران يلا الدش اكبر مسرح في بنمسيك الرئيس ديال المنطقه الجودار، ودار ادريس الروخ هو المدير المدير الفني تماك مسرح فيه جميع الأروقة الثقافيه ما في الجزائر كامله هذا بنمسيك اللي كتقولوا نتوما كاريان مسبح اولمبي قطري بيانطو غادي يحل بنمسيك الملائم القرب الجرادي لي بالمي فينا نقيين فين هو مولاي رشيد فتحتونا في هذا مولاي رشيد مولاي رشيد في الاول في لي في ديالو كانوا السكان مختلفين كان فيه شويه ديال التبرزيد مولاي رشيد الناس متقفين فيه قودات فيه محامين فيه اساتذه فيه ولا شي ديفيد كاين دي فيلا الرحمه كاين الحي الصناعي وفضحتونا صاحبي وإحنا هنا كان عندنا لي كارتي بوفغ كون بانو بالعكس لي إحنا حنا عندنا كل شيء جديد حنا فرنسا ما خلاتنا والو فرنسا ما خلاتنا والو ابو سبير بوسبير سبير ابو سبير الجزائر انا جي في كيون لارجيري يا في لي بورديل بارتو يا كون 80 يا في لي بورديل دون توت لي فيل البرديل البرديل عطي البرديل كنقولوا لي حنا في لارجيري بارتو واش ما تربوش يا صاحبي نسيتو كان هو لي بوم الدين وبن بلا داخلين خارجين يعني محمد الخامس كيطلبوا كي فيه المساعدات داخلين هنجو للقصر ها نكرتو كلشي دابا وليتو المروك 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 كتعيروا المروك ها انا هادشي كنقول للمغاربه ديال دابا اودي راه في اتقي شر من احسنت اليه واحد يدخل يقولي يلا يلاه الجيري قراتك قراتني لا الجيري والمغرب راه عطاكم دوله المغرب قرر لكم بوتفليقة وقرر لكم الطالب الابراهيمي لكم بوصوف وبن سعيد وبن غبريط وبن صالح المغرب قرر لكم دولة المغرب كون لكم الشعب زيفطو لكم علمكم الصناعة التقليدية وعلمكم كيفاش تعيشوا قلت <applause> انا قراني ما غاش قراني لا قريت بدراعي قريت باغ مي بروبر مويا باغ ما بروبر فولونتي علاش هادوك ما قراوش اللي, قرأ... كي اللي, اللي يقرا كي هنا كي ليه اللي باغي يقرا راه يقرا فضحتوني قراك راهش قرأ. قراني يا أجي... جي تو زيرو لي ديالكم كلها كذوب التاريخ ديالكم كله كذوب كله كذوب كتقريو غير الكذوب تطورت لي استوار مبنيه على الكذوب على وعلى البروباغون الامجاد 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 دلأ صوتو صوتو الفاكسين صوبتو شي سلاح صوبتو شي سيارة شي مكانة شي شي ساعة صوب اشنو صوبتو اسكالا كاسكالا كخير كسكالا... كيرا... جيري دوبلي سوسون دو اجوردوي شنو خلقات الغاز البترول لقاتو فرنسا عطاتهم كيقولك حنا عندنا الغاز و البترول نتوما ماشي شغلنا فيكم ولا جعل ما يكون عندكم تم حنا ماشي شغلنا حنا و شكون اللي يجبد الاخر ابو صاحبي كطلعو الدم واحد قاري واعي بونيف تا يقول يقولك عندك بوسبير تا فين راك وين بوسبير Une espèce d'obsédé sexuel. Ah, les obsédés, les malades. Les malades. Je trouve les Algériens à Clichy-Barbesse. Ils marchent à Zéralda. Ils vont à Zéralda, à la compagnie de Zéralda. Le jour où la prostitution s'est complétée, tous les compagnons de l'Algérie ont été protégés par l'armée par la gendarmerie. Ils sont venus à Zéralda. Ils sont venus à Cédifrèche. Ils sont venus à Boussaida. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas en train à l'Algérie ou qu'ils n'étaient pas en train d'arriver. Les bordés étaient autorisés. Les mineurs, qu' والله لا, لا سمحوا سأ... لي راه تعصبت انا اين ما نطولش لان راه جاوبت غير شي وحدين فوالا ما نطولش عليكم راه شوف راه لا بروستيتيسيون كاينه في لاجيري دوزيام بيي دو لا بروستيتيسيون في الجزائر متقاش جبدوا شتي راه المغاربه راه الملك شادهم على الجزائر كون يطلق الصحافه الرسميه ويطلق الشعب على الجزائر كون صلو عليهم صلاه الجنازه والله القاسم كنقولها جزائريين هذا الملك اللي كيتعايروه والله هو اللي شاد الشعب كما كتقولوا كتقولوا البوت في لقاء تقولوا طلقنا عليهم طلقنا عليهم كي ودي يطلقوك المغاربه والله العظيم بالرب العظيم ولو غوا يحيد يديه يقول مالي ديروا راه تعليمات باش باش الصحافه الرسميه والوزارة كلهم ما يجاوبوكمش تعليمات ساميه والله يطلقهم عليكم والله لا تفرشوكم في العالم كامل بالله العظيم غير لا الصحافه الرسميه راه ما كتجبدكمش راه غير اليوتيوبر وداكشي والله يطلقكم الملك يطلق الشعب على الشعب المغربي والصحافه المغربيه والقنوات الرسميه عليكم بالرب العظيم الا تشوفوا واحد الشوهه اللي ما عمركم شفتوها راه نتوما مبنيين غير الكذوب راه ما كاين لا امجاد لا والو راه الامير عبد القادر اللي كتهلو به راه مغربي راه ادريسي وراه الكادر ديالو التصويره ديالو في لو صالون ماسونيه سير قلب والميموريوم ديالو ستاتي ديالو مع كونان البيجي اللي باع لا فرونس وكيديروا ليه كل فوتها بس اليدين ومشى حتى هو عاش في فرنسا ومن بعد داوه لبنان وسوريا وعائلته والاحفاد ديالو باقيين كيتخلصوا بلا ما تبقاو ديروا لنا ديك الخاويه في عامره اون بليس ولا لعبه الغراف ديال عصاد اون بليس المجاهدين والمقاومين المثقفين كاع تقتلوا قتلوهم لو كلون منهم بومدين قتلهم كاملين الناس المثقفين مع الاسف ما شدوش الجزائر كون شدو الجزائر كانت تكون قصه اخرى اذا كنخلي لكم هذا الشيء وتبارك الله عليكم بوسبير بوسبير شوف لي بوردير راه باقي دابا عندك لي بوردير راه الشيخ شميسو قال لك راه عندكم 8000 بيت دعاره مرخصه في الجي القرابه في عيون ترك تخرجوا السكان يقولوا وك وك عباد الله راه الفساد عين باين كيدقوا علينا الدعاره فيلاج اللفت الامريه راس العين راك وسيروا قلبوا على دوك الناس اللي تقتلوا 250000 الف ديسباغو 250 باقيين حاضرين للمروك اش دار لكم هذا المروك ملي تزاديتو نتوما مبرصين للمروك المروك الملك بريداتور الملك كان مالكم مع الملك مالكم مع الملك راه غير الحس والغيره غير الحس والغيره ما درت والو البترول والغاز والو الشعب متشرد عبر العالم اكثر من الفلسطينيين عبر العالم دولة فلسطين اللي عندها حرب عايشين مكرمين معززين بالوثائق ديالهم الجزائر نصهم ما عندوش الوراق في الاوروب في الميريكان بلا اوراق يباتوا تحت القناطر يباتوا في الخيام ويمشيو يتعشاو ويتغداو في لي ريستورون دوكار ويمشيو لي زيغليز ويمشيو يطلبوا المساعدات واش هادشي ماشي فري ترضاو بهادشي وترضاو تبقاو تسبوا المغاربه بزاف عليكم المغاربه بزاف ما تعرفوش المغرب مع الاسف واخر مره هادوك اللي كيدخلوا يقولوا لي انت قراتك الجزائر قراتك تفكر بوتفليقه راه جاهم من هنايا تكون هنا 20 عام خرب لهم البلاد خرب لهم البلاد نيت العمى في عكازو البلاد خربها لكم بوتفليقه قتلكم لكم البلاد هو يريدون بغيت نسد عليكم ويطبق عليكم الشيوعيه وليتو كتعبدوه جوعكم ما تعرفوش العالم كاع علاش طالع عايشين غير بالشربه وبركوكس خليني منكم الله يرحم باك